السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من قناه وصفات الاحلام. اليوم ان شاء الله سوف احضر معكم جينواز بطريقه سهله ومبسطه سريعه خفيفه جدا باستعمال الخل الابيض. تابعوا معي المكونات وطريقه الاعداد. بالنسبه للمقادير ساحتاج الى 3 بيضات من الحجم الكبير، وساحتاج كأس من السكر ما يعادل 150 غرام، وساحتاج كأس من الدقيق تقريبا 120 غرام، الدقيق الابيض، وساحتاج فانيليا القليل فقط من الملح، وملعقه صغيره من الخل الابيض. بالنسبه للطريقه ساحتاج عجانه او خلاط كهربائي، اضع السكر، كأس من السكر، ذرات الملح او قليل من الملح، فانيليا، البيض والخل، ملعقة صغيرة من الخل، أخفقهم جميعا على السرعة القصوى مدة 5 دقائق. بعد أن مرت 5 دقائق هذا هو شكل الخليط. الخليط خفيف خفيف على الطريقة التقليدية لتحضير الجينواز. سأحتاج إلى مصفاة، نضيف الدقيق أو المكون الأخير الباقي لدينا، نضع نصف الكمية، أنخلوها فوق الخليط وبواسطة سباتيول أحرك بنفس الاتجاه، اتجاه واحد، وكذلك أثناء تحريك البيض نحرك اتجاه واحد. بالنسبة للأخوات الغير متوفرات على آلة العجل بهذه الطريقة، ثم نضيف تتم الدقيق، ننخلها أيضا وبنفس الطريقة نفس الاتجاه حتى يدخل الدقيق في العجين بشكل كامل. سأحتاج إلى مول، بالنسبة لهذا المول استعملت مول متحرك أو مول متعدد الأحجام، كنت استعمل بحجم طولي أو بحجم صغير كبير. وضعت تحته ورقة سلفويزي أو ورق المطبخ أو ورق الشمع. بالنسبة للحجم هو اختياري، أنا سأستعمل هذا الحجم. يمكنكم استغناء عن قالب الطرطة أو قالب الكيك ووضعه مباشرة في الصينية، وضع الورق ووضعه في الصينية، المهم الحجم الاختياري. سأضع العجين، عجين الجينواز بهذا الشكل. بعد ذلك سأحتاج هذه الأداة أو سأستعمل نفس السباتيول الذي استعملت في الأول حسب ما تحبون وكذلك حسب المتوفر لديكم. وزع العجين، أحاول أن أوزعها بشكل متساوي. بعد ذلك سأدخلها إلى الفرن، الفرن طبعا وضعته الآن، أوقدته الآن يبقى يكون ساخن، درجة حرارة خفيفة جدا 160 درجة تقريبا، يبقى مدة طهي تقريبا 6 دقائق إلى 7 دقائق. ينضج بسرعة الخليط، ينضج بسرعة. بالنسبة نوقد النار من الأسفل بعد ذلك من الأعلى. وهي الجينواز بعدما نضجت، أزلت منها المول، سأقوم بقلبها ثم أزيل الورق بكل. بالنسبة للجينواز بالشوكولاتة نفس المقادير ولكن هناك اختلاف بسيط، نزيل ملعقة من الدقيق من الكأس ونعوضها بملعقة كبيرة من الكاكاو المر، وبذلك نحصل على جينواز الشوكولاتة. وهو جينواز الشوكولاتة بعد أن خرجته من الفرن، تركته حتى يبرد. يمكننا استعماله بشكل مربع، كما يمكننا تقطيعه بهذا الشكل بأي حجم أو بأي مول، مول دائري أو مول مستطيل أو مول على شكل فواكه، ونضغط عليه بهذا الشكل.
بعد ذلك أزيل البقايا، بقايا الجينواز بهذا الشكل أو بواسطة سكين. وهذا هو الشكل النهائي للجينواز، أتمنى أن تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والانضمام إلى صفحتنا في الفيسبوك. إلى اللقاء.